يا حاج روح، كنت عايز تقول ايه؟ ما هي الحكاية مش جديدة يا سعادة البي، دي حصلت في بيوت كتير في المنطقة ومن غير سبب، وكل مرة يبعتوا لنا ناس من الاسم، اللي يقول لنا ده ماس كهربائي، واللي يقول ده البتاع اللي بيقتل الصراصير، واللي يقول لنا عيالكوا بيلعبوا بشماريخ وصواريخ بتولع في السماء، ويسيبونا ويمشوا. وانت شايف ايه يا حاج؟ والله يا ابني ما عارف اقول لك ايه. قول يا حاج. جن كافر ماسك الجهادي ومش عايز يسيبها، وده من عمايل الناس في بعضيها وقل الدينها. الشيخ البوصيلي راح قرب بيت العسال وبرضه ما فيش بايد، النار بتولع فيه لحد دلوقتي، وابونا شحاته جبناه بيت فاطمه اللي على ناصيه الحاره وبرضه بيتها ولعت فيه النار الجمعه اللي فاتت. طريق بيه، بعد ما تاخدوا العينات ما تنساش تفتش اوضه الشاب اللطيف ده. صندل؟ صندل. لا يكون شايل شماريخ ولا حاجه. شماريخ يا باشا؟ شماريخ ايه؟ يا امي بتديني فلوس اجيب شماريخ؟ اسالها ايه؟ لا يا ست صفيه مفيش حق. بيدي صندل فلوس عشان يجيب شماريخ. وحضرتك هتقولي ايه اللي ولع في شقتي؟ ولا هتقولي ماس كهربي جوه الدولاب؟ ولا هتعرف ايه السبب؟ يعني في سبب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقولي له يا صفيه. بس يا ولية انا ما بظلمش حد. خلاص يبقى هقول له انا. والنعمه ده اللي حصل يا بيه. البت قمر يا حبيبتي صحيت من عز نومها على صرخه واحده، نار الفرن ياما، نار الفرن ياما. فرن ايه؟ ما انا يا ابني من غير مؤاخذه فران، والبت الغلبانه دي تبقى بنتي، ودي بنتها الصغيره، ساعات بتيجي تساعدني في الفرن وتسيب البت هنا لوحدها. قال لها من غير من غير مؤاخذه يا باشا، انتوا عايزين حاجه منها؟ لا ولا حاجه يا حاج. دول كام سؤال كده على الماشي. بنتي ما تعرفش أي حاجة يا باشا، ولا في أي حد يعرف حاجة عن الموضوع ده من أصله. إزاي بس يا حاج؟ هو في نار بتولع كده من غير سبب؟ السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أهلا وسهلا. استاذ زيدان. معتز بيه سليمان، ده أنا من زمان ونفسي أقابلك. أخوك زيدان عبد الله مشمش عضو مجلس الشعب أسبق من السابق ولي الفخر. وعلى فكرة أنا ما كنتش عضو في الحزب الوطني. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أنا كنت أعرف الباشا والدك. سليمان باشا عدوية، رجل الأعمال المعروف، كان لينا معاه شغل، بس الكلام ده من 10 سنين، تلاقيه مش فاكرنا دلوقتي. طب أعمل لك فنجان قهوة أستاذ زيدان أنت والبيه؟ لا أنا متشكر، هشرب عند الست صفية، شوفي معتز بيه. قهوتك إيه بيه؟ لا متشكر أنا. على فكرة أنا الست صفية قريبتي من ناحية الوالدة، هنا العلاقات متشابكة، والحكاية اللي حصلت في بيتها دي غريبة جدا. الست سندس وبنتها المسكينة ما لهمش ذنب. أنت عارف كلام الحريم. بس بعون الله اعتبر الحكايه منتهيه. انا حكايه فيهم يا استاذ مشمش، حكايه النار ولا حكايه الجن؟ انا المح سخريه في كلامك، بس انت عندك حق، انا كنت زيك بالظبط، لكن لما شفت بعيني الوضع اتغير. شفت ايه؟ شفت صديقي الاستاذ شمس المحب محمود وهو بيحرق الجن قدامي وقدام كل الناس الموجوده. Ha 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 ha!